عملنا النهاردة النودلز بتاعنا بطريقة بسيطة وسهلة جدا. استعملنا فيه الجمبري مقاس وسط أصغر من الوسط سنة وحطينا معاه بصل وجزر وصلصة سمك وصلصة محار. طعمه لطيف جدا وسهل سريع، وتقدروا تبدلوا الجمبري لو حبيته بلحمة أو بجاج بتطلع حلوة بجميع الحالات. وحطينا على الوش شوية فستق وبس. لنعمل نودلز بالجمبري احنا بحاجه لعبوه نودلز، كمان بدنا ربع كيلو جمبري مقطع، 3 ملاعق كبيره من الطحين، ربع كوب فول سوداني محمص مجروش، 6 حبات بصل اخضر وبصل شرائح كمان بصل عادي، وفي عندنا جزره شرائح طويله ورفيعه، 2 معلقة كبيره من صلصه السمك، وكمان بدنا 2 معلقة من صلصه المحار اللي هي الاويستر صوص، بدنا كمان 2 كبار من خل الرز، 2 كبار من الليمون، مكعب مرق دجاج، 4 معالق كبيرة زيت، وحبتين من الثوم المهروس، ومعلقة كبيرة سكر، وأخيراً بدنا أكيد ملح وفلفل. طيب إحنا عندنا هنا، خلينا بس نحط الثوم. أول حاجة هنعملها، حطيت شوية زيت أنا على النار هنا علشان بس تسخن، ونبتدي نعمل الوصفة بتاعتنا. سخنت تمام. هنحط أول حاجة، طبعاً كلنا عارفين الجمبري لو قعد كتير على النار بيشد طبعا، فلازم طبعاً ما يقعدش كتير على النار. عندنا هنا البصل الشرايح هحطه طيب النودلز احنا بنجيب يعني هو خلي اخر خيار اللي هو الخيار بتاع النودلز الصغيرين المربعين العاديين دول، عين الشوربه، انما دول اللي بيبقوا بالبيض بيبقوا مبهرين بيبقوا هم دول اللي بيمشوا اكتر. صح. في الوصفه دي 100%. تمام، فخلينا ناخد بس نفتحه. انا حبيت اخليه في الكيس علشان ايه يعني يشوفوا يشوفوه بيجي بيبقى شكله عامل ازاي. هذا تايلاندي بظن مو ده تايلاندي تاي اكتر. هي هاي الوصفه تايلانديه ولا صينيه؟ هي تايلانديه. تاي انا بحب الاشياء التاي. شوفي الاكل الاسيوي بشكل عام زاكي. صح، ونحن يعني عملناه يعني لما عملناه قلبناه هيك قربناه على العربي شوي صار اسكى. لما تاكليه مثلا اكل تايلندي بتايلند ما بتقدري تاكليه، صيني بالصين ما بتاكليه. لا مش يقال اللي دقوه. انا بقول لك صح مزبوط. زي ما حدا حكى ايوه زي ما حدا مزبوط دقوه بقول لك. أيوة. ابدا ما بتقدري تاكليه. نحن عملنا زي فيرجن هون بتناسب احنا الناس شو بتحب تاكل. مزبوط. قربنا النكهات شوي فصارت مناسبه. صح. قولي لي ايش بدك تعملي هلا؟ دلوقتي عايزين نحط النودلز اللي عندنا. هي ما بتاخدش وقت كتير على النار، ما بتاخدش وقت كتير. دلوقتي بس البصله كده عندنا تمام. هحط معاها التومه، تومه شرايح رفيعه. يعني انا دايما بنلاقي الاكل الاسيوي التوم بيبقى شكله باين فيه، بس طبعا عايزين تهرسوه برضو عادي. تمام كده، نحط كمان واحدة، وبعدين هحط بقى الجمبري اللي عندنا. عندنا جزر متقطع شرايح رفيعة برضو. غادة مهم حجم الجمبري، يعني انت بهمك ايش يكون؟ صغير كبير وسط مهم. مش مهم يعني بس ما يبقاش البيبي قوي 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 ده يعني صغير صغير. لا يعني اللي متوسط. حلو حلو خلاص. هنحط دلوقتي الجمبري، وعندنا هنا الجزر. اشيل ده من هنا. دغري باخد لون وبستوي الجمبري. باخدش وقت على النار. لا ما بياخدش وقت على النار، ولو سبناه على النار كتير بينشف بيشد. طب انت هلا لما تحطي بقيه الخضره رح تتركيه على النار؟ خلاص. لا هو خلص. شايفه ده ما بياخدش وقت ولا شيء، شايفه على طول ابتدى. ف اهي خلاص وطلعت مع بعض. فيعني كمان 3-4 دقايق وخلاص ما فيش. 100% تمام. هنا ده بقى خليني اروح اجيب الملح والفلفل، انا مخبياهم من امبارح. يلا
ادي ادي يلا بدنا نحط الملح والفلفل شويه ملح ممكن نحط مكعب مرق كمان بيدي طعم طبعاً حلو طبعا زاكي بالطيب اوكي طيب انا بس هحط دلوقتي الجزر اللي عندنا حطي عندنا شرايح الجزر متقطعه رفيع خالص اهي وانا جبت الفستق فستق سوداني وعندنا كمان ممكن لو نحب لو تحبي ممكن نحط شويه بصل اخضر طبعا كمان بيبقى زكي. طعمه لذيذ جدا عندنا هنا دلوقتي صلصه السمك وصلصه المحار هنحطهم طبعا انا كاتبه معلقتين بس هما طبعا بيبقوا مثلا انواع ففي نوع مثلا بيبقى قوي نكهته قويه يعني احنا بندوق بنشوف لو حسينا ان احنا عايزين كميه اكبر من الصلصات دي بنحط اوكي نقول نكهه اكتر تعتمد بالظبط خلاص عندنا هنا كمان الخل خل الرز تمام خل الرز بيفرق كتير بيفرق طعمه. عن الخل التاني طبعا فيفضل ان احنا نستعمل خل الرز طبعا للاكلات الاسيويه والسوشي بنحطه على على الرز بتاع السوشي بعطي طعم زي دي طفيت الفرن كنت عايزه اطفي دي بس اوكي طيب دلوقتي انا هعمل ايه عارفه بس انا عندي الفستق ده مش خليني اجيب طبق مش مقشر مش عارفه ليه خليني اقشره بس احنا كده تقريبا تقريبا خلصنا حلو النودلز فناقص بس هصفيها حالا ونحطهم على بعض طيب انا دلوقتي عندي النودلز خلاص تمام التمام انا هصفيها في الفاصل ونرجع بس نرجع طبقها. من الفاصل بنطبقها ونبتدي الوصفه بتاعتنا تمام احنا عندنا هنا الجمبري بتاعنا اهو هناخد هناخده بس نحطه على النودلز اللي عندنا اوكي ريحه حلوه حطينا فيه بصل وتوم وجزر وجمبري وايه تاني يا ستي وصلصة. وحطينا صلصه محار وصلصه سمك وحطينا شويه ملح وفلفل وقلنا بنقدر نستعمل وبصل اخضر وتوم وقلنا بنقدر نستخدم مكعب مرق لو تحبوا حلو مع النودلز طبعا اللي بتشتروها من قسم الاشياء الاسيويه يعني اللي بتنباع بالسوبر ماركت مع النودلز النودلز بتاعتنا زي ما ايه انا هاي اللي بحبها على فكره اسكى وحده حتى بالتشاينيز زاكي لما تعملي لها هاي صح مع التشيكن ومع الخضار صح لو حسينا ان الصوص مش سميكه بنسمكها بشويه طحين بس مش نشا او نشا يا نشا يا طحين اللي موجود عندي يعني لو مش موجود النشا الدنيا ما وقفتش عادي بنحط الطحين حط الطحين بالظبط تمام طيب دلوقتي هنحطها هنا بالطبق